وكعادتنا دايما بنبدأ مع حضراتكم أخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمس تابع فيه الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء. وجه سيادته بصياغة مسار تنموي متطور ومتكامل يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة. ده كمان بالإضافة لأن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي اللي وجه بيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد رئيس الوزراء كمان أن الحوافز دي بتستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة أفاق التصدير. تفاصيل وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كلاوديو تيسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية وعددا من كبار مسؤولي الشركة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة والشراكة الممتدة مع شركة إيني وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية، معرباً عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية. واستعرض السيد ديسكالزي في هذا الإطار تطورات الأنشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر والتي تتم وفقاً لأعلى معايير الكفاءة، مشيراً إلى أن إيني وشركائها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر خلال الأربع سنوات المقبلة بقيمة 7,700,000,000 دولار في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر. وامبارح اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، حيث وجه السيد الرئيس بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة. وامبارح تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني ويليام روتو، وخلال الاتصال أشاد سيادة الرئيس بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، معرباً عن تقديره لكينيا وشعبها وقيادتها، ومشيراً إلى الآفاق الواسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وامبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بغرض بحث الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي وجه السيد الرئيس بمنحها للمشروعات الصناعية المستهدفة ذات الأولوية وطنياً، مشيراً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة آفاق التصدير. وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز لعرضه على مجلس الوزراء ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره. أما بالنسبة للأخبار اللي حصلت في محافظات مصر امبارح فعندنا مجموعة كبيرة من الأخبار اللي حصلت، منها مثلا في محافظة اسكندرية تم الانتهاء من 22 مشروع في 16 مدرسة بقرى حياة كريمة. أما في المنيا فتم توقيع الكشف الطبي على 13,000 مواطن، ده طبعا من خلال القوافل الطبية المجانية. من المنيا نروح للدقهلية، تم افتتاح المعرض الرئيسي لأهلا مدارس بالمنصورة. تفاصيل وأخبار أكتر في المحافظات هنعرفها في سياق هذا التقرير.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الإسكندرية تم الانتهاء من 22 مشروع تعليمي ما بين إنشاء جديد وتوسعات ورفع كفاءة وصيانة، وده في 16 مدرسة بقرى حياة كريمة ببرج العرب القديمة وقرية بهيج وقرية أبو صير وقرية الغربانيات، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. في المنيا أعلنت المحافظة عن توقيع الكشف الطبي المجاني على 13623 حالة بقرى مراكز المحافظة على مدار شهر أغسطس الماضي، وده ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف الوصول للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجاً. في الشرقية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن توصيل مياه الشرب بالمجان لألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بمركز مدينة أبو حماد، وده بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية. في الأقصر شهد أرض مطار رحلات البالون الطائر تحليق الرحلات بصورة طبيعية فجراً، وخرجت بسماء البر الغربي 27 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 650 سائح من حول العالم. في الدقهلية شهدت المحافظة افتتاح المعرض الرئيسي أهل المدارس بالمنصورة بحديقة الأسرة. يستهدف المعرض توفير جميع مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة تخفيفاً للعبء عن كاهل المواطنين، وبيستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، وبيتم توفير جميع مستلزمات المدارس بخصومات تتراوح من 30% ل 40% للأسر الأولى بالرعاية. في بني سويف حصل مركز تكنولوجي أهناسيا على أفضل مركز في التقييم الشهري خلال أغسطس الماضي بالمحافظة، وده بناءً على عدد من المعايير اللي تم وضعها لقياس مؤشر أداء الخدمات والتعامل مع المواطنين والالتزام بالتسهيلات وتذليل العقبات في إطار القانون واللوائح.